صباح الخير. قبل ما بلش بتوقعات الأبراج اللي كلكون ناطرينها، رح خبركن عن صفات الرجل من برج العقرب. رجل العقرب حساس وقوي بذات الوقت، من أكثر الشخصيات تعقيد وأكثر حنان. بيتمتع بقدرة كبيرة على الحب، التضحية، الصدق والصراحة، الإخلاص، حب السيطرة والتملك، الغيرة والشكوك. بيعيش حياته كأنها معركة وبده يربحها شو ما كانت الدواعي والأسباب. حياته مزيج من الإثارة والغموض. مولود العقرب بيتمتع بحاسة غريبة بمعرفة خفايا الأمور والنوايا بسهولة. عنده قدرة كبيرة على الإقناع وفرض سيطرته. شجاع، قوي، جريء، انفعالي، ما بيعتذر ولا بيعترف بأخطائه، ما بيقبل أي إساءة صغيرة كانت أو كبيرة. بينجذب للمرأة القوية والذكية يلي قادرة تسرق له قلبه وعقله وتفهم حاجته للحرية والاستقلال. معروف عنه شدة تعلقه بولاده يلي بخافوا منه بس بيوثقوا فيه على عميانة. تروني بكرة تخبركن عن صفات المرأة من برج العقرب، وهلأ منبلش أبراجنا الـ 12 مع برج الحمل. برج الحمل اليوم كل اهتمامك مركز على الأمور المادية، ما تتواجه مع المحيطين فيك خاصة إذا الأمر بيتعلق بأمور مالية أم شؤون عقارية. بتعد عن المشاكل وخلي النهار يقطع على خير. برج الثور القلق والتعصيب ما رح يفرقوك اليوم، ما تهمل عملك. من الناحية العاطفية بتواجه بعض المشاكل بس بتحلها سريعا مع الشريك. برج الجوزة نهار كتير حلو، نهار للراحة ولتلبية الدعوات الاجتماعية. بتلتقوا بالأصدقاء وبتقضوا وقت ممتع معهم. عندكم فرصة للحصول على مبلغ مالي ما كنتوا متوقعينه. وضعكم المادي لتحسن بعد ما عم تبلشوا بمشروع جديد. برج السرطان اليوم نهار مناسب لترجع تتصل وتجتمع بأصدقاء لك أهملتهم مؤخراً. مهنياً الكل متعاون معك وحاسس حالك ماشي على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافك. منكفي أبراجنا مع برج الأسد. برج الأسد قطعت بفترة مضغوط فيها كتير. اليوم ما عندك القوة الكافية تقوم بعملك وحابب ترفه عن حالك وتغير روتين حياتك. نهار مناسب لتعزيز علاقاتك الاجتماعية. برج العذراء كن مثابر اليوم، ناجح يلي عم تطمح له بيتطلب منك مثابرة وجهود كتيرة. شغل عقلك وابتعد عن العاطفة، المشاكل يلي عم بتواجهها مع الشريك عم تأثر سلبياً على حياتك بشكل عام. برج الميزان اليوم ركز كل اهتمامك على موقعك الاجتماعي، حابب تتقدم وتزيد شعبيتك، تفاعل مع المحيطين فيك وعزز علاقتك مع زملائك بالعمل. برج العقرب بدك تبتعد اليوم عن الكسل ولازم تكون نشيط، ما تكب كل مسؤوليتك على غيرك حتى لو كانت صعبة، هالأمور بتخصك ولازم تحلها لحالك وتخلي مزاجك يسيطر عليك وعلى أفعالك. مواليد برج القوس ما تفقدوا الأمل إذا الأمور ما ماشية مثل ما بتكون ببداية النهار، الوضع بيتحسن بنص النهار، نشاطكم بيرجع لكم، الأمر يلي بيخليكم تطلعوا على الأمور من الناحية الإيجابية وبتفاؤل. برج الجدي اليوم متهور ومعجوق وعم بيخلط القصص ببعضها، جرب تتصرف بوعي قبل كل كلمة بتقولها. بيشغلك راسك موضوع بيتعلق بصحة أحد المقربين منك وخصص وقت كافي لتقضيه مع العائلة والأصدقاء. برج الدلو ما لازم ضلك بعيد عن زملائك، تعاون معهم تيكون عملكم ناجح وفعال أكثر وتتقدروا توصلوا لأهدافكم أسرع. عاطفياً علاقتك مع الشريك عم بتشكل لك ضغط على حياتك حالياً، بس أنت مستعد تقوم بجهد زيادة وما تخسره. نوصل لآخر برج معنا اليوم، برج الحوت. نهار ناجح لكل مواليد برج الحوت، إن كان بعملهم أم بحياتهم الخاصة وعلاقتهم مع الشريك والعائلة. حزم رفاقكم اليوم، نهار مليء بالتفاؤل والتقدم، استفيدوا من الجو الإيجابي لتحقيق كل أهدافكم. مولود 24 تشرين الأول حساس وحذر كتير، بيكره الاستعراض وما بيتباهى بذكائه، متشائم وبيضل عطلان هم كل شيء، متعلق بعائلته وولاده كتير وبأصغر تفاصيل حياته، ما بيحب المغامرة والمجهول وكتير بيتأثر بماضيه وبيتعلم منه، مخلص للشريك وبيكره الخيانة وبيعمل مستحيل تيساعده ويرضي. من مواليد اليوم لاعب كرة القدم الإنجليزي وين روني. وين ولد عام 1985 ببريطانيا وهو حالياً كابتن المنتخب الإنجليزي، هدافه ولاعب هجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي. وين يلقب بالجولدن بوي وهو واحد من 4 لاعبين يلي سجلوا أكثر من 200 هدف لفريق مانشستر يونايتد.
هيدا كان كل شيء لليوم. نتوقف مع بريك صغير ومنكفي من بعده ألايف مع جاتفت.